رجعنا بعد بريك. رجعنا لعند بوحنا. بوحنا قرر من بعد ما راح لعب باسكت قرر انه يرجع لعند الحكيم مثل العادي وجع وجع، بس هالمرة الحكيم انتفض عليه وقال له يا بوحنا صار في عليك دين يا خي، مرق لنا شي يا خي، عمول شي، مرق لنا كم ليرة بس على الحساب لانه عنا مي وكهرباء واشتراك يا خي، مرق لنا دفتر الدين. بوحنا صار هالقد، قال له تكرم عينك بدك دفع؟ قال له ايه. حضروا معنا. ما بقى الدقيلي بوقت متأخر، شو فهمنا؟ وجع وجع يخلع لك ني. وجع وجع شوي شوي يا بي، شوي شوي انت، شوي شوي عرب يا بي، شوي شوي عود سليم قلبك، شوي شوي عمل عمل عود. لا يا بي، لا عيشو يا بي، خالص حالك عرب منه، شوي شوي يا بي، شوي شوي. وجع فهم كيفك يا دكتور؟ هلا ابو حنا اشتاد. يا ابو حنا يا باي، شو ايدك؟ ما هو ظالمي يا باي الحكيم، الشوفير الشرافي عنا رو، بس ما هو ظالمي. خير يا ابو حنا؟ يا ابو حنا ما خلص يا ابو حنا، ما رح تهلكني انت اوجاعك، شو بدك؟ يا دكتور حكمني انحنى بالظاهر. شو حكم شو؟ انحنى وتعوز، نعم عن فيني جالي ظاهري؟ فينا فيني افحصك يا ابو حنا؟ ده بده فحص بدماغه هيدا يا باي. روق شوي، الله يرضى عليك يا باي. يا باي ما وجعك، ليش ترجع تجيب يا باي؟ ما هيدا اشطر حكيم، هيدا بروفيسور، هيدا ليش تضهري عني وجعني؟ ما انت مش بطيئك انت يا باي. خلص يا حنا اطلع برا، عشو بدك بالسابي؟ اتركه بده يهدينا. يلا نا تحت امه جاينا، بقول له ضهري، بقول لي تمه يا خيي بده يفحصك، بركي في معك شي ببنيعك يا ابو حنا. تحت امك يا خيي. رقني بايك تحت امك. ما شو هالمغارة اللي جوا ولي طحنا يا ابو حنا يا حكيم؟ ياد فد ايوه عندك يا ابو حنا. ابو حنا يا باي، ابو حنا اسحب بايك، اسحب بايك يا باي، اسحب بايك ابو حنا يا باي، هيدي حكيم يا باي. اسحب عملي وروح، سلامة قلبك يا حكيم، عملي يا باي روح. انا عيني من تعني بنيعون يا باي، مش وقت الحركات يا باي. طابع زلم بدي مثله يا عمي، فوق الله فهمنا، بس عيب عليك يا الحكيم. انا بيوجعني ضهري بس امي ما ابو شي بناوب. رح اعطيك اوصف لك دواء. ايه دا ما وجعكي خي، خليك معي شوي. اتركه يشتغل الزلمه يا ابو حنا. حبه السكلين تحت السن تسكلين، ايه، وحبه يوم تفحلين دوما تبعت تحسلين، ايه، هي بتاخذها بعد الاكل، وحبه يمين يشيل. يمين يشيل هاي ما وصفت لي اياها للضلع. ايه هاد هاد لك خلي صفهم كلهم. ايه هاد فافر مره رايت حزروا لي بس ابو حنا، بس قبل ما معلش بالعمليه يعني. قبل ما اعطيك واوصف لك، تعرف يا حنا انه بيك عم تتداين كثير، ما عم تدفع برا. وش بدك؟ بدنا مصاري. شو بك؟ شو عم بيعك؟ ايدون. شو؟ ايدون. شو عم بيعك بان؟ شو عند الدكاني؟ انا قلت لي ايدون؟ لا يا حكيم ايدون كلها. رح حالك خيي وانو دفتر. ها تفضل. اجا الله جيبه. طاح. لا انت باي. هذا ابو حنا. واو ابو حنا. ايه وجع، كله وجع. واو واو ابو حنا. وجع. واو ابو حنا. ايه وجع. وقع؟ وجع، كله وجع. شو بعمل لك؟ طب ادفع شي منه لك ابو حنا. طيب الله يجرسك يا بي، الله يجرسك منه ما جرسته. مش من تدفع له الحكيم انت؟ ايه ما عندي، بدي دفعه صغيره كبيره. انت شو بدك؟ شو بدك؟ انا بفضل تكون دفعه كبيره يا دكتور. والله بكون ممنونك انا، الله يخليك. والله يا ابو حنا، والله يا بي. اوف اوف، بنقول لك بخاطرك بدك تعطيني هلا دفعه وهيك يعني. بدك دفعه كبيره ما هيك؟ شفت اللمحه؟ شوف الباي يا باي، قتلت الحكيم يا باي، قتلت الحكيم باي باي. واذا ما وزعك حنا واجع، بدك دفعت الاخر؟ لا خلاص مش الحال، واجع يا حنا. سلامة قلبك يا حكيم. واجع يا حنا. سلامة قلبك. لا خلاص تقعد هون يا ابو حنا، انا بعتك العياده كلها. ها اخي اسمعوا مني يا حب، خليني اروح عند حكيم شب صاحبي عظم الله يوفقك. تقعد هون، هذا مكتب لك وشهادتي خدها. ايه بامرك انا. بدي ريوب. سلامة قلبك يا حكيم، والله سلامة قلبك. واجع. اوه. اه. عايز فكروك هربين من مستشفى المجانين هيت هاولاون. شفت بايي؟ انت مستلشق فيي يا بايي كنت.
واشو سليمة قلبك يا حكيم. ايه سليمة قلبك. ايه تفضل يا حكيم تفضل. واجع ظهري. سليمة قلبك. دقة. انا اقول ايش عبقى هاي كالمرية يا باي. روح هذا ابو حنا راجع. يا حكيم يا حكيم اهلا وسهلا فيك ولو. تفضل اقعد شوي 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 شوي. واجع. خير بايش الواجع؟ لكن تربنا واجع واجع، عاش فيه وينو الواجع؟ شو هيك تربك؟ أنا الحكيم والله أنا الحكيم، هالمكتب ليلي بعد عم قصته على الإسكان يا خيي. عيب واجع هون في حدا ضرفني بظهري. ضرفك؟ ضرفني إيه بظهري. بدي أفحصك. رؤي يا حكيم، رؤي لبيي، لبيي يا حكيم، يا حكيم فتحت أمك؟ وش؟ فتحت أمك قول ما لبيي عيب والله عيب. طيح تمك وحنا قول ما وحنا طيح تمك يا حبيب مشوا بايك مشوا يا باي يا باي رو وين الواجع؟ هون؟ هون الواجع؟ سحس هو باي سحس خلاص حنفل يا حنا بشكل روح يا حكيم روح والله خلينا نفل والله عفوا عفوا بعد في الحساب ها؟ بعد في الحساب بدك دفعة يا هلا ايش بدك؟ طول بالك ايه قوم تعطيك دفعة روح يا حكيم روح قوم تعطيك دفعة يا ابو حنا انسحب دقني يا حكيم قوم تعطيك دفعة بده دفعة بقيك بده دفعة بقيك بده دفعة قوم تعطيك دفعة مين قال لك بدي دفعة؟ ايش بدك ما بدك حساب؟ بدي بيمنت بيمنت وانا بعمل لك ريسيت هلا بطلع لك اياه على الحساب ايش بدك تعمل؟ بعمل لك ريسيت بيطلع من هون على الاوتوماتيك على الحساب بوس ايدك خليني نفل بوس ايدك خليني نفل يا بايخ مشو يا حنا يا حكيم راح الحكيم يا بايخ